دلوقتي يا باشمهندسين، احنا خلصنا السقف الفلات سلاب وتعلمنا ازاي نسلحه وسلحنا الحديد الاضافي والكلام ده، تمام. عايزين دلوقتي نعمل ايه؟ عايزين نصمم البلاطات الهولو بلوك، تمام. هنفتح برنامج السيف، تمام. هنمشي على نفس الخطوات، هي يا باشمهندسين تيجي كده من فايل امبورت دي اكس اف اركتكتشر بلان. طبعا انا همشي بسرعه بقى، احنا كنا مشينا براحتنا، تمام، عشان يعني نعرف كل حاجة وشرحناها بالتفصيل، تمام. نفتح بقى ايه ونشتغل بسرعة. اختار بقى ايه تيبيكال دي اكس اف وتقول له اوكي، وتقول له الكاد دروينج يونت، تقول له متر، تمام. هجيلك الخطوط اللي انت رسمتها بالشكل ده. عايز تشيل الجريدات دي عشان ما عكساك، تيجي من هنا تشيل الهوريزون، تمام. بعد كده تظبط اليونتس، ادي كونسيستنت يونت طن متر سيليزيوس، تقول له اوكي اوكي بعد كده ديفاين الماتيريال اهوت، تيجي كده على الماتيريال تقول له كونكريت، تقول له ايه 2.5 طن على المتر المكعب. المودلس اوف الاستيستي كام؟ 4700 في جذر الاف سي داش، تقول له من هنا نيوتن مليمتر سيليزيوس، تقول له كالكوليت اوكي، هيحسبها لك بالطن، تمام. الباسو ريشيو 0.2، خلاص الكلام ده تمام. الاف سي داش 8 من 10، الاف سي يو اللي هو ايه اللي هو 2000، هنستخدمها 2000، تمام. المودلس اوف رابشر قلنا كام؟ قلنا 0.33 جذر الاف سي داش 0.33 جذر الاف سي داش. تقول له كالكيوليت، تقول له اوكي، هيحسبها لك بالطن، وتقول له اوكي. بعد كده هتعرف الحديد بتاعك، تمام. لو قلنا على ده موديفاي كده هتلاقينا بيقول لك الريبار، يبقى هو ده اللي انت هتستخدمه، تقول له اف يل 360، تمام. بيقول لك الويت فوليوم يعني وزن الحديد على المتر المكعب، تسيبه زي ما هو. المودلس اوف الاستيستي للحديد بيبقى كام؟ بيبقى 2 في 10 اس 5، 2 في 10 اس 5 بالنيوتن على المليمتر مربع، وتقول له اوكي، تمام. هيحسبها لك الاف فيلد بكام؟ 360، يبقى 36000 بالطن بقى على المتر المكعب، على 520 اللي هي 52000 اللي هي اجهاد القطع واجهاد الخضوع، تقول له اوكي. تاخدها كده كوبي وتقول له اد كوبي، تقول له اف فيلد 240، تمام. وتقول له ايه ده بقى ايه 40 اللي هي 24000، ده حديد الكنال، على 350 اللي هي 35000، تقول له اوكي. طبعا قيم الكود الامريكي بتضرب في واحد وربع، تمام. بتضرب مثلا لو قال لك الاف يلد 420 يبقى الاف التيميت بواحد وربع، تقول له اوكي، تمام. عندنا بقى ايه ديفاين السلاب. اول حاجه يا باشمهندسين، تمام، تقول له موديفاي انت عندك بلاطات ايه بقى. عندنا اولا بلاطات سوليد سلاب 14 سنتي، عندنا بلاطات هولو بلوك سلاب 30 اللي هو السمك الكلي، و20 ارتفاع البلوك، و10 اللي هي ايه البلاطه السوليد سلاب، خلاص. يبقى ديت 2 واي وال1 واي نفس السمك. يبقى احنا كده عايزين نعرف ايه؟ احنا عايزين نعرف بلاطات سوليد سلاب، عايزين نعرف بلاطات 2 واي سوليد سلاب 2 واي هولو بلوك، وعايزين نعرف بلاطات 1 واي هولو بلوك ولكن في اتجاه ايه؟ في اتجاه واي، خلاص. نيجي كده على البرنامج، حاجه تعرفها السوليد سلاب، تقول له ديت سلاب 14 سنتي، تمام، وتقول له الماتيريال كونكريت، تمام. طيب السلاب هنختارها ايه؟ بالنسبه للسوليد سلاب بتختار السلاب عاديه ما فيهاش حاجه، تقول له 0.14، وتشيل السك دي اهم حاجه، تمام، عشان يعتبرها ان هي بلاطه وما ياخدش تاثير ايه التشكلات العرضيه، وتقول له اوكي، تمام. وبعد كده تقول له بقى ايه اد نيو بروبرتيز، وتقول له بقى ايه هنعرف ايه الاول، هنعرف الوان واي هولو بلوك، تقول له ايه 1 واي هولو بلوك، تمام، خلاص. مش مهم تكتب دايركشن واي او كده لان هي بلاطه واحده اللي عندنا. تيجي بقى من هنا يا باشمهندس هتلاقي عندك بلاطات كتير زي ما شرحنا المره اللي فاتت. قلنا الوان واي هولو بلوك هنا البرنامج بيسميها ريبد سلاب، اختار له ريبد سلاب هيظهر لك بقى الكلام ده. تعالى نفهم، اول حاجه بيقول لك الاوفر واي الاوفر اول ديبس اللي هو ايه السمك 2 سنتي 0.3. طيب السلاب سيكنس سمك البلاطه السوليد سلاب كام؟ 10 سنتي،
تمام. طيب الستيم ويتس اللي هو اللي هو عرض الرب يا باشمهندس، احنا الرب عندنا كنا واخدينه 10 سم، بيقول لك من فوق قد ايه ومن تحت قد ايه. احنا من فوق زي تحت 10 سم، تقول له من هنا 0.1 ومن هنا 0.1، تمام. طيب بيقول لك الريب سبيسنج، يعني ايه الريب سبيسنج؟ يعني يا باشمهندس المسافه ما بين كل ريب والتاني من السنتر لاين، من السنتر لاين لايه، لغايه السنتر لاين كام. طبعا احنا دلوقتي البلوكه ديت 40 سم وده 10 سم وده 10 سم، لما نيجي ناخد من السنتر للسنتر تمام، هتاخد من هنا 5 وهنا 5 زائد ال 40 يبقى كله 50 سم يا باشمهندس، يبقى كله نص متر تمام. يبقى ده الريب سبيسنج، المسافه ما بين الريبات، عشان هو لما يجي يرسم الريبات ياخد المسافه بين كل ريب والتاني من السنتر 50. طيب اللوكال اكسس بقى دي اهم حاجه، بيقول لك انت عايز الريبات تكون في لوكال 1 ولا لوكال 2. قلنا قبل كده لوكال 1 اللي هو ايه، اللي هو اكس، ولوكال 2 اللي هو واي. احنا عندنا هنا في اتجاه ايه، في اتجاه واي، يبقى لوكال 2 تمام. يبقى وتشيل له السيج بليت ديت وتقول له اوكي. طب انا عايز اعرف التو واي هولو بلوك، هتيجي على الوان واي ديت وتقول له اد كوبي، خد لي كوبي منها تسميها ايه، تو واي واي هولو بلوك تمام. طيب قلنا التو واي هولو بلوك، البرنامج بيعرفها ان هي ايه، ان هي وافل سلاب. قلنا الوافل سلاب والتو واي هولو بلوك شبه بعض تمام، فهو البرنامج بيعرفها ان هي اسمها ايه، وافل سلاب. اخترتها كده هتلاقي خد لك البروبرتيز من الوان واي اللي انت كنت حاططها. الحاجه الوحيده اللي هيزودها ايه، مش احنا هنا في التو واي بيبقى عندنا ريب سبيسنج في الاتجاهين، يعني عندنا ربات كده وربات كده، فهو عايز المسافات اللي في اكس تمام بين الربات واللي في واي. طبعا هتبقى برضو ايه، نص في الناحيتين، تقول له هنا كمان نص وتقول له اوكي. اوكي كده عرفنا البلاطات. طيب عايزين نعرف ايه بقى، الكاميرا، تقول له من هنا ديفاين بيم بروبرتيز زي ما كنا بقى بنعرف، تقول له على ديت بيم 12 في 70 تمام. طيب البيم ماتيريال هنختارها كونكريت. طيب بالنسبه للريبار ماتيريال، الريبار ماتيريال ده اللي هو الحديد الطولي بتاع الكنات، قلنا قبل كده هيبقى ايه، فيلد 360، والريبار ماتيريال فور شير هيبقى ايه 240 تمام. طيب ريكتانجل سيكشن والويتس 0.12 الدبس كام 0.7، هنا بيقول لك الكفر هيبقى كام، هنا الكود الامريكي بياخده 10% من التي يبقى 7 سم تمام، وتقول له اوكي. اوكي كده عرفنا البيمز اللي عندنا تمام. ايه تاني يا باشمهندسين، الكولو. تعال بقى ايه نعرف له ايه البروبرتيز بتاع الكولوم، قلنا هنحط انكلود اوتوماتيك ريجيد زون اريا اوف ايه كولو، تقول له اوكي. اوكي تمام كده خلصنا الديفاين بتاعنا. نيجي بقى نرسم، تقول له اوبشن اركتشر بلان اوبشن. طبعا انا ماشي بسرعه لان احنا شرحنا ده كله بالتفصيل وعلى مهلنا تمام. تيجي من هنا يا باشمهندس درو كولوم وتقول له ارتفاع الكولوم كام 3 متر، وخد لي البروبرتيز من الكرام اللي انا معرفها وتقول له ايه اهو، رسم لك الكولوم يا هندسه تمام، ورسم لك ايه الريجيد زون فوقها تمام. تمام وهكذا بقى نرسم البيم اهوت، وتقول له اختار البيم، ادي البيم. تيجي من هنا ويظهر لي الاكسترود فيو عشان اشوف، واختار له البيم 12 في 70، وتيجي من هنا اد سيف بيم، اد سيف بيم، وهكذا. رسمنا كل الكاميرات يا باشمهندس. بعد كده نرسم البلاطات بتاعتنا اوبشن اركتشر بلان اوبشن، وتقول له بقى ايه ارسم لي البلاطات، الاول مثلا السوليد سلاب، وتيجي من هنا تقول له ايه ارسم لي من هنا من الكويك اسف، وتقول له النوع سلاب، وتقول له ان هي سلاب 14 سم، واختار لي من الاركتشر لاير، هيظهر لك اهو. اتعلم بس كده هيرسم لك السوليد سلاب تمام. تاني كده اهوت، اختار الوان واي هولو بلوك، وان واي هولو بلوك، وتيجي من هنا يا هندسه ادي من الكويك تمام، تختار له وان واي هولو بلوك ومن الاركتشر لاير وترسم له كده، هتلاقيه ايه رسمها لك. كذلك التو واي اهوت، اهم حاجه تشيل ال 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 البلاطه اللي انت كنت لسه راسمها تمام، عشان ما يروحش يرسم، لانه هو المعمار هيشوفها هيرسم فوق، تقول له التو واي بقى اهوت، وتيجي من هنا تقول له التو واي، ادي هو اترسمها لك يا باشمهندس. عايز اشوف الربات، عايز اشوف شكل الربات واتاكد ان انا راسمها صح وكده تمام. الاول شيل كده تيجي من هنا يا باشمهندس اهوت،
نسيت ديسبلاي اوبشن، وتقول له ايه يا باشمهندس؟ شو انترنال ريب، وتقول له اوكي. شكل الريبات اهوت يا باشمهندس ماشيه هنا، واخد الاعتبار، واخد في الاعتبار الكونتينيوتي لو تلاحظ كده، واخد في الاعتبار الكونتينيوتي حتى ما بين الوان واي والتو واي. خلاص يا هندسه تمام كده، انا مزجنا البلاطه، نشيل الاكسترود فيو كده. هل كده خلصنا؟ نروح نحط اللود بقى؟ لا طبعا، قلنا الاول بنروح نعمل ريليز للكاميرات والاعمده وميشنج للبلاطات. نعمل ميشنج الاول اهو، ران اوتوماتيك مش، وتقول له ديت نص في نص خلاص. وتروح بقى ايه الكاميرات بتاعتك، عايزين بقى نختار الكاميرات يا باشمهندس ونعمل لها ريليز. مبدئيا كده الكاميرات ايه الكونتينوس، نختار الستارت بتاعتها زي ما اتعلمنا بقى، ديت كونتينوس هيختارها. اي كاميرا ليها ستارت، ديت ليها ستارت اهيت كونتينوس، ودي كذلك تمام، دي كذلك، دي كذلك. خلاص تقريبا كده خلصنا. تقول له ايه assign beam data end release، وتقول له من الستارت بس، اعمل لك من الستارت بس. تيجي بقى من الاند كده، وادي هنا اند اهيت، وادي هنا اند. طبعا مش محتاج تعمل دي اند لان ده كان تريفر، كان تريفر كده كده المومنت عنده بصفر. ودي كده اند اهيت، ودي وتقول له assign beam data end release، وتقول له بقى ايه end، تقول له تمام. تختار بقى كل السيمبل، ادي السيمبل اهيت، دي كنا عاملينها سيمبل برضو، ديت سيمبل، دي سيمبل. مفيش حاجة تاني كده، الساين بيم داتا اند ريليز، وتقول له من الستارت والاند بقى لان ديت سيمبل تمام. خلاص كده يا هندسة. تيجي برضو على الأعمدة تقول له سيلكت، سيلكت بروبرتيز، كولوم بروبرتيز، تختار له الكولوم بتاعتك وتقول له الساين كولوم اند ريليز، وتقول له من الستارت والاند. تيجي كده في 3 دي هتلاقي ايه عمل لك ريليز كده، اتاكدت ان مفيش مومنت هيروح للاعمده تمام. تمام يا هندسه، نعمل ايه بقى؟ عايزين نروح نحسب اللود، او نعرف اللود الاول منين. لود باتر تمام، تعرفه هنا تقول له الوولز فلور كفر. اللي هيزيد معانا ايه يا باشمهندسين؟ هنا وزن البلوكات، لان هنا البرنامج ما بيعتبرهاش ايه، ما بيعتبرهاش هولو بلوك، ده بيعتبرها ريبد اللي هي من غير بلوكات. فتقول له البلوك، تعرف له حاله بس اسمها البلوك، واحنا هنحسبها ونعرف ازاي ايه نحسبها وندخلها تمام يا هندسه. طيب تختار البلاطات بتاعتك اهوت، او من هنا من سيلكت، سيلكت بروبرتيز سلاب بروبرتيز، وتقول له ادي البلاطات بتاعتنا اختارها لي. اهوت اختارها لك يا هندسه تاني، ده واحد اتنين خلاص. طيب تيجي الساين، انا اخترتهم كلهم ليه؟ لان في حاجات مشتركه ما بينهم زي ايه، زي اللايف لود تمام. احنا هنحط ايه البلاطات؟ بنحط فلور كفر ولايف لود تمام، وبنحط لو في فلات سلاب بنحط هول، ما عندناش فلات سلاب الهولو بلوك هنحط عليها البلوكات. يبقى انا عندي الفلور كفر واللايف لود مشترك تمام. هتيجي كده من لود داتا سيرفيس لود، وتقول له بقى ايه اللايف لود عندنا كام؟ 200 كيلو يعني 0.2، تقول له اوكي اهو حط لك عليها. تيجي من بريفيوس سيلكشن يعني اختارهم لي تاني، تقول له من الساين لود داتا سيرفيس لود فلور كفر، تقول له اوكي تمام. تمام لو اتاكدت كليك يمين كده وقلت له اللود، هتلاقيه بيقول لك انا حطيت لك في اللايف لود 0.2 وفي الفلور كفر 0.2 كذلك الهولو بلوك تمام، ناقص بس ايه موضوع البلوكات. شرحنا قبل كده يا باشمهندسين وقلنا وزن البلوكات لو انت هتاخدها 20 في 20 في 20 تمام، في ارتفاع مثلا 15 سنتي، بيبقى بقى ايه بيبقى الوزن 10 كيلو. طب لو ارتفاع بس بشرط ان انت مثبت ال 20 في اللي هي 40 في 20، لو هي 40 في 20 تمام امبيريكال كده تمام. طب لو ارتفاع 20 سنتي يبقى ناخدها 15 كيلو،
اللي هو الارتفاع ناقص 5. تمام، احنا عندنا هنا ارتفاع كام؟ ارتفاع 20، يبقى هناخدها ايه؟ 15 كيلو يا هندسة، يعني وزن البلوكية الواحدة 15 كيلو. قلنا كنا في جزء المانيوال كنا بنحسبها ازاي؟ كنا بنقول في المتر الواحد، تمام، وزن البلوك الواحد في عدد البلوكات في المتر الواحد، وزن البلوك في عدد البلوكات في المتر الواحد، دي يدينا ايه؟ دي يدينا عدد البلوكات في المتر. تمام، طب انا يا هندسه انا من دوله تانية مثلا، والبلوكات اللي عندنا مش محفوظ وزنها، بكل كنا بنحسب الفلور كفر، كنا بنقول اي وزن في الدنيا ايه؟ عباره عن حجم في ايه؟ حجم في كثافه. مثلا انت تستخدم بلوكات وليكن طوب خرساني مثلا، تمام، هتخش على كود الاحمال، الكود بيبقى مديك جميع انواع ايه؟ الماتيريال، هيديك وزن ايا كان، حتى لو هو فوم، حتى لو هو طوب ابيض، طوب خفيف، طوب بناء، هتشوف ايه نوع الطوب اللي عندك وتضربها في ابعاد الطوبه، تمام، طول في عرض، طول في عرض في سمك، يديك وزن الطوبه الواحده او البلوكيه الواحده. طيب دلوقتي يا هندسه احنا عدد البلوكات في المتر مختلف في الوان واي عن التو واي. الاول نحسبها في الوان واي، انا عايز دلوقتي ايه ببساطه كده، عايز احسبها في المتر المربع، عدد البلوكات في المتر المربع. اعمل لي كده ايه؟ متر في متر، وتعالى نحطه كده ونشوف هيطلع كام بلوكايه. اهوت اهو طلع كام بلوكايه في جوه المتر ده؟ 1 2 3 4 5، تمام؟ ببساطة ليه؟ لأن البلوكاية ديت أدي 40 سم وأدي 40 سم وأدي 10 سم وأدي 10 سم، يعني ده متر في متر، تمام؟ يبقى في الوان واي يا هندسة، في الوان واي انا عدد البلوكات عندي كام؟ 10 بلوكات في المتر الواحد، نضربها في كام؟ في 150 اللي هو 15 كيلو، اسف، يبقى يدينا 150 كيلو على المتر ايه؟ على المتر المربع. طب في التو واي تعالى كده نشوف، انا هناخدها زي ما هي كده ونروح نحطها كده في التو واي ونشوف. لا ده اختلف، علمهم كده هتلاقيهم كام؟ هتلاقيهم 8 بلوكات بس، تمام؟ 8 بلوكات بس، يبقى الوان واي بتبقى ايه؟ بتبقى غير التو واي. طيب تيجي كده تعلم على الوان واي اهوت، تقول له اساين لود داتا سيرفيس لود، وتقول له ايه يا باشمهندس البلوك؟ تحط لي فيها كام؟ 10 10 في 15 يعني 150 كيلو، يعني 0.15، تقول له اد اهو. تقول له اساين لود داتا سيرفيس لود، وهنا تقول له بقى ايه؟ 8 8 بلوكات في كام؟ 12 كيلو، يبقى كام؟ اسف، 8 بلوكات في 15 كيلو يبقى كام؟ يعني 120 كيلو، يعني 0.12. تقول له اوكي، ادي حطهم لك اهوت يا هندسه، تمام. خلي بالك واحنا بنمزج ما كناش عملنا الاوبننج، رسمناها كاوبننج يعني اريا زي ما عملنا، مش هتفرق لان كده كده انت هي كده انت محوطها ببلاطات من كل ناحيه وهي اوبننج، يعني مش شرط ترسم، تمام. كده حطينا اللود يا باشمهندسين، هل كده ناقص اي حاجه؟ لا كده يا باشمهندس مش ناقص اي حاجه، بس ممكن حاجه اخيره تعملها، تقول له الرينفورسمنت بار زي ما اتعلمنا، بس هي كنا بصينا ده هنا بقى مختلف، تمام، كان هنا مختلفه، كان لازم نعرفها، نختار، لو جينا نختار كده تيجي تختار من هنا يا باشمهندس الاس اي، الاس اي، طب ايه اللي هو عامله ده؟ ده باللينيا، قلنا قبل كده ان انت هنا ممكن تعرف اللينيا والكلام ده اللي هو الايه؟ الكاستمري دي، لا ان احنا عايزين ايه؟ عايزين بالملي الاقطار بتاعتنا، تيجي كده من اس اي تقول له هنا كلير الاول، وتقول له من الاس اي وتقول له اد بار سيت، هيجيب لك بقى الاقطار بتاعتنا اهي يا باشمهندسين. كويس ان انا قلت الموضوع ده، لان في البلاطه الفلات سلاب كانت متعرفه جاهزه، تمام. طيب اوكي، كده ناقص اي حاجه تانيه؟ لا احنا كده معرفين كل حاجه وعملنا النمذجه وحطينا وحطينا اللود وكله تمام. نقول له بقى ايه يا باشمهندس رن؟ هل انا هنا محتاج اعمل تشيك بانشنج؟ لا مش محتاج اعمل، لان كل الاعمده متربطه بايه؟ بكاميرات. هل انا محتاج اعمل تشيك ديفليكشن؟ ممكن تعمل تشيك ديفليكشن على السوليد والهولو بلوك وايه وتشيك، ولكن في الغالب بتبقى ايه؟ بتبقى كريتيكال قوي في الفلات سلاب، لكن انت تقدر تعملها برضو، احنا خلاص مش هنكرر الكلام عشان الوقت، واحنا ايه؟ انت بقى اعملها بقى، تمام؟ احنا هنصمم على طول. تقول له بقى رن،